طارق الشامي لبرنامج تقرير خاص الحرة القاهرة. سأبدأ مباشرة مع يعني مالك مصطفى. مالك، لفت نظري في تقرير زميل طارق الشامي انه اصبح الشخص يعرف بكلمة المدون. من هو المدون في مصر اليوم؟ المدون اي حد ممكن يفتح صفحة على الانترنت سواء على بلوجر او بلوجر بوت او بلوجر بتاعه، حتى لو يفتح صفحة خاصة بيه يشتريها بفلوسه، دومين يشتري بفلوسه، يبقى مدون. الموضوع مفتوح للاخر، يعني مفيش تعريف محدد للتدوين. اي حد في الدنيا ممكن يفتح صفحة على الانترنت يبقى مدون. ولكن من اللافت مرة اخرى ايضا في التقرير، وسؤالي هنا ربما يكون يعني الاستاذ ايمن، كلمة صحافة المواطن او انه المدون، هل المدون صحفي؟ هل يمكن القول فعلا بانه ما نرى اليوم من تدوين ومن معلومات وانطباعات تكتب على هذه المواقع هي صحافة؟ شوف، لابد ان نعود للتعريفات ما تنطبق. عندما نسأل هل المدون صحفي ام لا، لابد ان نعرف المدون وان نعرف الصحفي. الصحافة بتعريفها التقليد المتعارف عليه ببساطة هي رسالة تعرف بحدث ما يكتبها او يرسلها مرسل ما ويستقبلها جمهور عريض. بهذا التعريف، وده التعريف التقليدي للصحافة منذ اختراع الصحافة، فالمدون بالضرورة صحفي اذا توافر له هذا الجمهور العريض. اذا خلق مدونته ولم يشاهدها او لم يدخل عليها غيره او غير اصدقائه، في هذه الحالة نستطيع ان نعتبره صحفي. هذا واحد. رقم اثنين، مضمون ما يكتبه على هذه المدونة او في هذه المدونة هو الذي يحدد لو هل يكتب اخبارا، هل ينقل اخبارا ام لا. هذه المحددات هي التي تجعل لك النهاية نستطيع ان نصفه بانه صحفي ام لا. اما اذا كنت تسأل عن قضية صحافة المواطن، فبالتأكيد الان نستطيع ان نعترف بهذا التعريف ونعتبره هو الصحافة الجديدة، وفي هذا تفصيل اذا اردت. نعم. طيب الجزء الخاص بمسألة انه اذا كان المدون يكتب ما يكتبه على الموقع وعلى الانترنت واصبح له هذا الجمهور او المتلقي او القراء في هذه الحالة، وهو ما اعود به الى مالك، في هذه الحالة يمكن القول بانه الخمس او ست اسماء اللامعة، يعني ربما هي اكثر من ذلك، ولكن اصبح هناك اسماء محددة في مجتمع المدونين المصريين، هل تعتبر نفسك وانت احد هذه الاسماء انك تمارس عمل صحفي؟ مش بضرورة، يعني مش بضرورة كل تدوناتي ممكن تبقى صحفية. مش غبيت، انا تدوناتي مش كلها تحليل او نقد او تعليق او خبر، انا بكتب حاجات عن نفسي، مش شرط ابقى صحفي. حاسس التعريف اللي قاله استاذ ايمن انا متفق معاه تماما فيه. مش كل حاجة اللي هكتبها او كل حاجة او كل تدوينة هنشرها على المدونة بتاعتي تبقى صحافة. كلمة صحافة المواطن حاجة كيف واسعة شوية كبيرة. أنا ممكن في أي وقت صحافة المواطن أو صحافة الشارع أو صحافة الشعبية، أنا مش في الشارع شفت حاجة رحت كتبت على المدونة بتاعتي. هل وصل المدون المصري أو وصل المجتمع المدونين المصريين إلى هذا التعريف أو إلى هذه الممارسة عندما نتكلم عن صحافة المواطن؟ في عدد كبير منها بيعمل كده. أي حد ماشي في الشارع دلوقتي العدد الكبير بتاع المدونين الموجود دلوقتي شاف أي حاجة بتتبع. يعني أغلبية الحاجات اللي عملت فرقعة جامدة السنة اللي فاتت، تمام، كان جزء كبير منها كان المدونين اللي عاملينها. قصدك فرقعة على الانترنت ولا لا كل حاجة خرجت عن حدود الشبكة؟ لا كل حاجة وتحولت من خبر، يعني لا خبر، كان أخبار مهمة، في أخبار مهمة، أخبار التعذيب، بداية التعذيب اللي كان عملها وائل عباس، التحرش الجنسي كنت عملتها أنا وائل عباس، كذا حاجة حصلت. يعني مش تغطيات المظاهرات اللي كانت بتاعت كفاية السنة اللي فاتت والسنة دي كلها، تحركاتك الإخوان المسلمين، المدونين الإخوان المسلمين اللي عاملينها، موضوع مش احنا وصلنا للموضوع ده من فترة طويلة. يعني ده جزء مهم واتصور ان احنا هنتكلم فيه بشكل مفصل بشكل أكبر، ولكن عايز أسأل عن وحضرتك بتتابع بشكل كبير ما يكتب أو المدونات، أنا مش عارف أستخدم اللفظ المناسب على فكرة، يمكن ده لأنه ناس كتير زي ممكن يكونوا بيتابعوا او يقروا لكن مش عارفين يصفوا بشكل اساسي. مجتمع المدونين المصريين اذا جازت هذه التسميه، ما هي اهم سماته او هل يختلف عن مدونات اخرى في العالم العربي على سبيل المثال؟ يعني انا لست من انصار هذا التقسيم على الاطلاق، لانه مره اخرى يعود بنا الى تعريفات بليت. نحن الان في عصر الى حد ما او الى حد كبير
يحكمه مجموعة من المحددات أولها أن الحدود تتلاشى، وبالتالي من غير المتماشي مع ما نتحدث فيه، أن نتحدث عن مدونين مصريين أو عن مدونين صينيين أو ما إلى هذا، أو حتى أن نتحدث عن جمهور في يحكمه إقليم معين. الإنترنت هي الميديا، والتدوين هو أحد طرق استخدام هذه الميديا إلى جانب أمور أخرى. التدوين لن يظهر من مليون سنة، التدوين بدأ من سنوات قليلة ولم يكن حتى بالقدر أو بالقيمة الموجودة الآن. يعني بودي أن نخرج عن هذا التعريف الضيق ببساطة بالغة. الإنترنت وفر فرصة تقنية لأن أي مواطن يملك أكسس لهذا العالم، يعني يملك كيبورد ويملك جهاز كمبيوتر ويملك خط متوصل بالشبكة العالمية، يستطيع أن يضع ما يشاء. ما يشاء هذا قد يكون كلمات نص مكتوب، قد يكون شريط فيديو، وهو أيضا في هذه الحالة من الخطأ أن نعتبر يعني يوتيوب مثلا، البعض لا يعتبرها مدونة أو لا يعتبرها مجالا للتدوين، لكن من الخطأ تماما أن نراها بمنظور أنها بعيدة عن الصحافة. طيب، لكن ألا يمكن يعني عندما تقول أنك ضد مسألة التصنيف، عندما نتحدث عن مدونين مصريين يتحدثون عن موضوعات أو لهم أولويات محددة عندما يتحدثون عنها، سواء بالانطباع أو الرأي أو المعلومات، يكون لهم أيضا قراء مصريين ومتابعين مصريين، هذا ما يمكن أن نسميه بمجتمع للتدوين المصري. القضية مرة أخرى قضية الاهتمام هي قضية الموضوع، يعني ربما مدون مصري تشغله، وحدث ذلك فعلا، تشغله الاعتداء الإسرائيلي على لبنان العام الماضي، وتشغل مدونته بشكل رئيسي بهذا الموضوع. في هذه الحال له جمهور الذي يهتم بهذا الموضوع. قضية في هذه قضية صحفي، هناك صحفي يهتم بموضوع بعينه، وهناك جمهور يهتم بهذا الموضوع. هذه المسألة مرة أخرى تتنافى معها أو تتلاشى معها الحدود الجغرافية للتلقي، يعني هذه القضية. الجريدة المصرية توزع في مصر، لكن الجريدة الإلكترونية لا توزع يعني يتلقاها كل أطراف العالم أو كل جهات العالم. يعني هناك عدد من النقاط التي علينا أن نتحدث فيها بشكل أكثر، وألا نبقى سجناء التعريف كما تتحدثون. سيكون ذلك بعد فاصل قصير إذا سمحتم لي. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد لحظات وتقرير خاص.